في ظروف قاهرة لازم تتفهميني منيح. ما في. كل مرة المدام بتتصل فيك أو بتجي بتصير حضرتك بدك إجازة ساعية. يا ريت تفهمها للمدام إنك موظف بالدولة مو عند حضرة جنابة. اسمعي أنسة افتكار، حياتي الشخصية لا تدخلي فيها. أنا قلت لك بدي إجازة وبس. المدام دخنتها، خليها تتركك تشتغل عملك مثل العالم والناس. ولك حاجة شو عملتي قدوتي هذا ونص لسان؟ أنا عم قلك لا تتدخلي بحياتي الشخصية، خلص بدي إجازة ساعية وبس، ما لك دعوة تحكي معي بنوم. طول بالك ليطق لك عرق. الإجازات الساعية ممنوعة. صحيح ما قلت لي شو الحجة اللي حاططها هالمرة؟ لا حجة ولا شيء. ابني حسام بالشرطة بتهمة تحرك، مدري بمين متحرك. ربي مثل العالم والناس ما بيكمشوا الشرطة. لا تتعصوري لي مثل الليمون هلا بكربج وشي. اسمعي لقلك أنا سيفتكار، حياتي الشخصية صرت 100 مرة قايل لك لا تتدخلي فيها، يعني من تدخل بشيء لا يرضيه لقي شيئا لا يعنيه، واللي بتدخل بين البصلة وقشرتها ما بتنوبه إلا ريحتها. أنت مهمتك توقعي لي على الإجازة أو ما توقعي، ليش ما دخلك؟ لا دخلني، أنا اللي بتحمل المسؤولية، وإجازة ما في لو بتطق عيونك التنتين. خلص بقى يا افتكار فرطية، الشغلة ما لها محرزة، يعني الرجال لو ماله مضطر ما كان طلب منك. شوفي شوفي المسكين عم يهني بالكلام، قال من تدخل بما لا يرضيه لقي شيئا لا يعنيه، يعني غلط فيها. بعدين كراسي المديرية ما بتلقى بجوز هلا ينكسر في الكرسي، حرام عطيه بقى. بس تصير محلي بتقرر، بس طالما انا على هالكرسي انا اللي بقرر، وما في اجازات وما في اجازات. انت الحكي معك ما منه فايدة، احسن شي روح شوف المدير هو بياخذ لي حقي. الله لا يحكم فينا مرة.